أهلا بكم إخواني وأخواتي الأعزاء تابعونا اليوم السبت الساعة الثانية عشرة ونصف بتوقيت القاهرة حقائق صادمة جدا تغير كل توقعاتك حول كوكب الأرض وكواكب المجموعة الشمسية والأديان وحول أصل الإنسان وحقيقة الإله وحقيقة الرموز والأشياء تكتشف كيف أن البشرية سجنت في ماتريكس ثقيل من الأوهام كل الذي تعلمته من تاريخ ديني ومن حوادث اخرى وصلت لك بطريقه يريدك ان لا تعرف حقيقه ما جرى من اجل ان تبقى في السجن الماتريكسي المحدود نناقش هذا الكتاب حروب الاونوناكي التدمير النووي الذاتي في سومر القديمه الدكتوره كريس هاردي تبين هنا كيف ان كائن الاونوناكي الذي اسمه انليل والذي يعتبر هو القائد والمسؤول الذي عين في إدارة مشاريع الأوناناكي على الأرض أساسا هو المخطط لتدمير قرى في الشرق الأوسط بتكنولوجيا نووية في غاية منه لإنهاء الجنس البشري وطلب من البشر أو أمرهم أن يعتبروه إلها وآمرا عليهم قصة سدوم وعمورة التي تجدوها في الكتب الدينية هذه قصة محرفة ففي الحقيقة أنه إنليل الذي أمر بتدميرها وليس الله حيث قام إنليل بوضع المقترح أمام القيادة العليا الأنوناكية مناقشات مع أبوه أبوه هو ملك كوكب نبيرو اسمه آنو وأيضا مناقشات مع بقية القيادة النبيرية بهذا المصطلح نقول قيادة نبيرية وبعد نقاشات عديدة ومحاججات واعتراضات من المعترضين مثل أنكي وافقت القيادة العليا على طلب إنليل وقام بتدمير قرى سدوم وعمورة وغيرها بسلاح نووي كما ايضا ان انليل هو الذي احدث الفيضان في ايام نوح فالاله في النصوص الدينيه الذي امر بتدمير هذه القرى البريئه ما هو الا انليل وليس الله الحقيقي الاله الحقيقي لا يعمل هذه المجازر كيف من الممكن ان الله يقوم بهذا التدمير الهائل فما يكون اله سايكوباثي وهذا يعني انه ليس إله على الاطلاق، او القصة الدينية محرفة. الافعى التي تجدوها في القصص الدينية بأنها قامت بإغواء آدم وحواء، هذه محرفة ايضا. الافعى في الحقيقة ترمز الى الحكمة. الألواح السومرية تشير إلى أن الافعى مقترنة بالحكمة، والتي هي اي الافعى مقترنة بشخصية انكي ايضا. من الكتاب تقول أن الديانات الهندوسية والتبتية فيها رموز الناغا بمعنى الأفاعي هذه الناغا تمثل مجموعة من الكائنات الذكية الخليطة من الأفاعية البشرية معا لاحظون هذه أمامكم تقول أيضا أن في الهندوسية فالأفعى تمثل رمز طاقة الكونداليني هذه الطاقة أي طاقة الكونداليني هي التي تقوم بتغيير ترددات الوعي والوصول إلى ترددات عالية في مستويات الوعي أيضا تذكر اقتران أنكي وهيرميز بالأفعى فهنا الأفعى عند أنكي وهيرميز ترمز إلى رفع حالة الوعي في الإنسان فعندما الوعي يرتفع فطاقة الكونداليني تقوم باختراق العمود الفقري وتحفيز الشاكرات واحده بعد الاخرى، إلى أن تصل الشاكرات جميعاً إلى أعلى الدرجات الطاقية. تقول من الكتاب: "حواء ترجمتها باللغة العبرية، ترجمة حواء، هذا الاسم، هي التي تكون الحياة". فكيف هذه الشخصية هي التي تقوم بعمل الإغراء؟ تقصد إغراء آدم وبعدها خروجهم الاثنين من الجنة حسب التفاسير الدينية وتشير إلى كاتب آخر لين بشتل في كتاب آخر اسمه اسم هذا الكتاب إعادة التفكير في ترجمة سفر التكوين لماذا جعل الله الأفعى والشيطان في الجنة؟ وإذا كانت المرأة مسؤولة في جلب الشيطان والموت إلى العالم فلماذا اعطيت لها اسم ايجابي مثل حواء ومعناه ام جميع الكائنات الحيه ايضا تشير في الكتاب ان الالواح السومريه تذكر بوضوح معلومات حول جميع كواكب المجموعه الشمسيه وتشير هذه الالواح ان كائنات الاونوناكي كانت تتوقف بمركباتها عند كوكب المريخ للتزويد بالماء المريخ كان لونه اخضر وكان فيه خضار زرع ثم تستطرد وتقول واذا كان هذا الكوكب اخضرا فبالتأكيد هم تقصد كائنات الونوناكي خاضوا حروب وبطريقه او باخرى قامت هذه الحروب بتدمير كوكب المريخ تذكر الالواح السومرية ايضا كيف ان انكي قد جلب ابنه مردوك الى كوكب المريخ من اجل ان يعلمه علوم الفضاء ومن المحتمل انهم قد قاموا ببناء محطة فضائية في هذا الكوكب. والكائنات التي تهتم وتعتني بهذه المحطة الفضائية اسمهم هكذا يلفظ إيجيجي ومعناها يعني معنى هذا الاسم هؤلاء الذين يلاحظون والذين يلتفون التفافات دوران التفافات فضائية فهذا معنى اسمهم هذا وكان قائدهم مردوك. المؤرخ المصري مانوثو كتب في حدود 270 قبل الميلاد قال ان اعداد الايغيغي كان ما يقارب 300 كائن. تابعونا